السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد. من فترة ليست بالبعيدة، يعني من تقريبا أسبوع أو أسبوعين، صار عندنا حريق بالبناية للأسف، والكابلات وما إلى ذلك كانت كلها تتعلق بالسقف. يعني الحريق تقريبا صار كلياته بالداخل أو بالسقف، وكل شيء كابلات تتعلق بالإنترنت والوصلات الكهربائية اتضررت، فعشان هيك انقطع النت عندنا وصارت حياتنا بدون إنترنت. والحياة حاليا بدون إنترنت يعني شبه مستحيلة صراحة. او كان في عندك حل ثاني، انك شو تعلق مع انترنت ال دي او غير هيك من النت اللي هو اصلا زبالة يعني. طيب، او على اساس انه بعد فتره يرجعون النت، فما فيناش نعمل اشتراك جديد مع شركه جديده، فعشان هيك صرنا نبحث عن حل. فاقترح اخوي انه نشتري سيم كارد فيها انترنت مفتوح. طيب صراحه انا دورت شوي، المشكله حاليا ما فينيش افتح لكم النت، يعني لانه النت مثل ما قلت لكم زباله. يعني حاليا مثلا انا عملت ربط للواي فاي لابني على جهاز تبعي اللي قاعد بسجل منه هالساعه، بس حاليا مثلا اذا بدك تفتح الجوجل او ما الى ذلك بده شيء 3 أو 4 ساعات وهو قاعد بيحمل لهذا الشريط الصغير. طيب القصد انه حاليا ما فينيش، يعني اعرض لكم شيء، بس بقول لكم النتائج اللي وصلت لها. كان في عرض من الاوتو تقريبا، يعني انه في انترنت مفتوح لمده شهر. طبعا في اول شيء في دفعه اولى تدفعها دائما، يعني دفعه اولى وبعدين اشتراك شهري. الدفعه الاولى تقريبا يكون 35 او 45 يورو مش متذكر، والاشتراك الشهري تقريبا 25 او 35 صراحه مش متذكر، بس المهم المبلغ الاجمالي بيكون 69 يورو. يعني انت بدك تدفع اول شهر 69 يورو حتى تحصل على شو، على انترنت مفتوح لمده شهر، طبعا على اساس انه سرعته مليحه، يعني هم هيك بيقولوا. طيب هي كانت كان الخيار الاول هو الاوتو. دورنا على خيار ثاني كان التليكوم كان بدهم 5 يورو باليوم. عفوا قفت تسجيل بسبب اتصال. طيب قلت لكم الخيار الاول هو خيار الاوتو، الخيار الثاني كان خيار التليكوم كمان عارضه انه انترنت مفتوح في اليوم، بس انه 5 يورو باليوم. يعني انت بدك تدفع 5 يورو باليوم، يعني على حكي بدك تدفع 150 يورو اذا بدك انترنت مفتوح لمده شهر. طيب بعد البحث ما بديش اطول عليكم صراحه، لقيت تطبيق من شركه موبيل كوم ديبيتل، والشركه قلت لهم انها سيئه جدا وما انصحش عليها اتعامل معها، بس انه هذا الخيار الوحيد اللي لقيته. كاتبين انه تطبيق موبيل فونك تطبيق اسمه فونك بعطيك انترنت مفتوح باليوم 1 يورو او انترنت ل 1 جيجا ب 69 يورو. طيب فانا سجلت بالتطبيق هسه، التطبيق على اساس انه يرسلك سيم كارت. طبعا بعدين بحط لكم التسجيل او خطوات التسجيل هسه اضيفها ونرجع للتتمه في وقت لاحق. طيب القصد انه انت بدك تسجل بالموقع، وبعد ما تسجل بيرسلوا لك السيم. طيب هطل ما ارسلوا لي السيم على العنوان يضغط فري فونك لوجيستيك. القصد انه هاي الشركه الموبيل كوم ديبيتيل ارسلت لي هذا ارسلت لي السيم كارت. طبعا السيم كارت بقول لك اختار 5 ارقام وهم بعدين بيضيفوا لك، يعني بحطوا رقم على كيفك اساس. طيب خلينا هسه نجرب افعلها وارجيكم الخطوات التاليه. هاي فري نت. طبعا في شغله نسيت اقولها، انه اول شيء التفعيل بقول لك انه 10 يورو، يعني لازم تدفع 10 يورو اول شيء، ولازم عن طريق الباي بال، ما فيش شيء حال عن طريق البنك، ما مشيش الحال لا، يعني لا عن طريق البنك، ولازم تدفع 10 يورو زياده اول شيء، يعني كانه رسوم تفعيل او اكتيفيرنج. طيب حاليا خيارات السيم كارت احط لك 3 خيارات، يعني اما كبيره او وسط او صغيره، يعني انت بدك تحط حسب اللي بتناسب جهازك. طيب خلينا نشيل هسه نجرب. هسه عم صراحه يعني حاطيني خيار الثاني هون، حاط لي ميكرو سيم، بس انا قاعد بحطه مش عم تطبق عليه تماما، يعني فكانه لازم افكه واحطه مكان السيم الاولاني. يعني انا عندي الموبايل بتسع سيمين، بس السيم الثاني لازم تكون ميكرو، يعني مش كلياته نانو سيم، يعني سيم صغيره. طيب هاي اول شغله مش ظابطه منهم، يعني هم جايبين حالات، انا قلت لكم ما بثقش فيهم اساسا، بس القصد انه هاي اول شغله مش ظابطه، انه السيم كارد على اساس انه هاي ميكرو سيم كارد تيجي عن ميكرو سيم كارد، بس مش جايه اساسا هي، فبدي اضطر اطلع النانو هاي مثل ما بيقولوا واحطه هون مكان هاي. طيب مش الحال، يعني بس بتطبق على النانو، بتطبق على الميكرو كذابين، ما بتطبقش على الميكرو. طيب الخيار الثاني، او مش الخيار الثاني، الخطوه الثانيه اني بدي لازم افعل الفونك، فلازم احط البطاقه هاي بالموبايل واشغل برنامج الفونك. طبعا انا قاعد بحاول اشغل الموبايل هون النت مشان ابث لموبايل، ولا ابث نت يعني من الشبكه تبعي البطاقه تبع ال دي الزباله هاي على النت تبعي، مشان اني على اساس اني اقدر افعل الكود، لانه اكيد بده انترنت يعني. طيب انا صراحه انا سجلت على موبايلين يعني، وما عادش عرفت اي فيديو تابع لاي فيديو، اي بيجي اول واي بدي يجي في وقت لاحق. طيب بس مشان اختصر عليكم اقول لكم السلافه من قصيره. حاليا اول خطوه بتسويها انك تفتح تطبيق الفونك. انا صراحه بلشت اشك السيم دغري، يعني فكرت انه بس بدي اشك السيم ويمشي الحال، بس هم كاتبين مش هيك، كاتبين اول شيء لازم تروح على تطبيق الفونك تبعهم، هذا التطبيق تبعهم،
وتفعل الفيلان، يعني تفوت على التطبيق عن بس عن فيلان، يعني احسن يكون عن طريق واي فاي. بعدين تنسخ الزشر رايت كود، الزشر رايت كود موجود على البطاقه، هاي الحامل البطاقه هون، هذا الزشر رايت كود، هذا تعمل له سكان طبعا عن طريق التطبيق. بعدين بقول لك تاريخ او زبال، تختار الباقه اللي بدك اياها، قلت لكم 69 سنت ليوم كامل 1 جيجا، او 99 سنت ليوم كامل انترنت مفتوح. طبعا بدك تحسب حسابك كمان انه يكون عندك 10 يورو كبدايه رصيد تفعيل، يعني كشو اسمه اكتيفي رونج، القصد انه لازم تحط 10 يورو هيك بدنا نروح نهبان. طيب واخر شيء بقول لك انه احشك السيم كارد. طبعا انا هسه راح اروح مكان ثاني واشك السيم كارد وارجيكم الخطوات هاي. طيب بس كتنبيه، اذا ما عندكم مش باي بال لازم يكون عندكم باي بال، هون في فيديو عن ايش سويته عن الباي بال اذا بتحبوا تشوفوه. طيب خلينا نتابع صار في مكان لاحق. أنا حاليا في مكان فيه واي فاي، فعشان هيك راح على البرنامج دوري، هذا هو راح اعطيه اكتيفي رونج. طيب هيقول انه يعمل سكان للسيم كارت. طيب هاي كود سكان، طبعا بدك تعطي سماحية للتطبيق. طيب مش راح اعطيه فايتر. طيب هون بقول انه اختار التعريف او هاي شو اسمها، يعني التعريفة تبعهم. طيب راح اختار تبعت المفتوحة. طيب فايتر سون باي بارهم هذي شغل اشي صراحة، يعني مشكلة اني حاليا اني حطيت البطاقة يعني بموبايل ثاني مشان ابث مثل ما قلت لكم، بس هسه طلب الكود تبع التفعيل. طيب الحمد لله اني شاكل موبايل ثاني. طيب هيك اني فوت اساس انه يسحبني الباي بال، حط لي يتس كوستن بفلشت، بس كانه لازم انه اوافق على ابي جي هاي، فهسه بمشي الحال. طبعا انت فيك تختار 1 جيجا باليوم، بس 1 جيجا يعني ما تمشيش حال وش لك اياه، اعطيها انليمتد دائما خلاص. يعني الفكره انك توفر تقريبا 30 سنت، بس راح اعطيها انليمتد. طيب بقول لي السيم كارت دي بولش انفيني دار منوتن انزسبر، يعني السيم كارت بالعاده بتحتاج بعض الدقائق حتى يتم تفعيلها، في بعض الحالات تحتاج 24 يورو، بس الفكره 24 ساعه. الفكره انهم حاليا راح يسحبوا 10 يورو، يعني راح يحسب عليك 1 يورو من هذا الوقت يعني. طيب ما فينا غير نقول فلتش ونشق السيم كارت. طيب هسه راح اوقف عشان نعمل الغاء وما الغاء. البنت تبع السيم كارت، طبعا البنت تبع السيم كارت مكتوب على التطبيق او شو اسمه الورقه اللي بدكم اياها، يعني مكان ما نسخت الزشرة يكون. الزشرة تبع الطاقة الاولانية، بس ما في ناس غير استنى حتى يعملوا التفعيل. خلينا نوقف الفيديو هسه ونتابع في وقت الاخر. طيب صراحة هاي الجزئين عدتها أكثر من مرة بالفيديو مشان تكون يعني المراجعة أمينة قدر الإمكان. القصد بعد ما سوينا الإعدادات ومشي الحال فعلوا لي إياه، فعلوا لي شو اسمه البرنامج. طبعا ما طولش يعني تقريبا شغلة ساعة أو أقل من ساعة مشي الحال. امبارح صراحة يعني فعلت امبارح وقاعد بكمل تصوير اليوم. امبارح يعني كنت أدور على مكان فيه نت فما كانش، يعني كان النت سيء جدا. فانت بدك تتبع يعني تدور على مكان تكون فيه التغطيه جيده، يعني اذا كانت التغطيه سيئه ما راح يكون في نت. يعني معظم الوقت اذا قضيت امبارح ادور على نت وما كانش في نت بالمره، يعني حتى يعملوا سبيد تيست هون اذا مبين عليكم شو مبين هاي هون بس يشتغل. بعطيك هاي الخيارات، بعطيك هون سبيد تيست، هون فيك تعمل اختبار للسرعه. اذا اعطيته لوس هسه بيعمل شو اختبار للسرعه تبعه. طبعا السرعه مش سريعه جدا، بس القصد يعني شغلت 4K يعني امبارح مثلا برا البيت، بس يعني كان الخطوط هون اللي مبينات عليكم ثلاث خطوط. طبعا صراحة كنت ابث على التلفزيون، يعني كنت حطيت التلفزيون وبدي ابث عليه، بس المشكلة انه انا مشغل الهوت سبوت ولازم اطفي الهوت سبوت حتى اقدر ابث على التلفزيون عشان هيك تركته. طيب القصد حاليا انه حاليا البرنامج هاي السرعة تبعه، ما بعرف اذا السرعة مبين عليكم ظابطة ولا لا، بس القصد انه قاعد بقيس، بس خليني اقلب لكم اياها احسن. طيب هاي قياسات السرعة طلعت معه،
يعني البينج بيقول لك 36 بالملي سكند، ما بعرف صراحه شوي اللتر جي جي تي تي ار ايش عارف صراحه شوي، بس الداونلود بيقول لك سرعه الداونلود 20 ميجا بت والابلود 0.5. طيب الابلود يعني ما كثير مش كثير بهمك بس ما يكونش عندك نت يعني صراحه، يعني انت فيك تاجل الابلود لوقت لاحق. طيب انت فيك تعمل ايرنيوت يعني انه تيست مره ثانيه او بدونه، بس القصد يعني صراحه انا حطيت على التلفزيون هون حتى اورجيكم انه شغال على التلفزيون، يعني حتى الفيديوهات مثلا يعني فاتح شو اسمه الواي فاي الهوت سبوت هون وقاعد ببث على التلفزيون. بس اذا شغلت هون مش كان ناوي اطير مشان ما نعلق مع حقوق النشر، هاي القصد انه هذه الفيديوهات دقتها عاليه بشغلها، بس اذا رحت مثلا على سبيل المثال لهون حطيته 4K، بس خليني اكتب له 4K انجلش طبعا مطول شوي حتى يحمل يعني. والمشكلة انه بدك تنتبه يعني صراحة حاليا زحت مثلا التليفون عن المكان اللي فيه تغطية، فعشان هيك بطول شوي. فالقصد انه بدك تخليه دائما التليفون في مكان فيه تغطية، يعني كنت حاطه هناك بالزاوية تبع الكمبيوتر على اليسار هناك بعيد يعني ما فينيش اشوفه. طيب خليني استنى شوي هسه يعني. طبعا احيانا ممكن يفصل النت يعني اذا ما كانش فيه تغطية جيدة، يعني ان شاء الله بتعتمد اكثر شيء على التغطية، على مكان تغطية البرنامج او الشبكة الموبيل كوم ديبيتل. اصلا مشي حاله اشتغل، بس شوف الموبايل من حطيته لي يعني حطيته جوا بالزاويه ما مش مبين شيء له، وقاعد بقيس السرعه اساس حاليا. القصد اني حطيته مكان ميت على اساس شو على اساس انه تجي شويه تغطيه عفوا. طيب بس لاورجيكم يعني كمثال انه 4K مش كذا صعب، غير اللغه اخاف ما يشتغلش مره ثانيه. طيب خلينا نحط ارقام بس نجرب هاي 4 طيب خلينا نرجع نشغل حيلا فيديو موجود وناش ندور على 4K. طيب القصد ان اذا شغلنا هاي الفيديو مثلا هاي شو اسمها ماشا يعني صراحة تاركوا التحميل مش قاعد بحاول اقطش الفيديو يعني مشان تبين معك السرعة تقريبا شو طيب راح اوقف شوي قبل ما يحمل. طيب مشي الحال اخيرا، بس المشكله قلت لكم يعني ان ضليتني ادور ساعه على مكان فيه شويه تغطيه، بس هاي مثلا على ساعه الدقه طالعه 720 بدي احطه على شو اسمه 1080 ان شاء الله يشتغل ما يخجل ناسه. طبعا راح يطول شوي حتى يحمل، بس المشكله ان شاء الله يشتغل يعني. طيب صراحة كل الدور يعني على اساس اني اوريكم 4K، بس ما لقيتش 4K وقاعد بطول حتى يحمل. بس القصد انه حاليا مشغله على 1080، يعني 1080 دقة كمان مليحة يعني مش سيئة 1080، يعني بدناش نبطل كمان. هاي الدقة مثل ما انتم شايفين 1080 راح تبين عليكم ولا لا، بس القصد اذا قربت شوي على الشاشة قربت عليكم شلون الموبايل معلقه هاي الدقة 1080 واشتغل يعني ماشي حلو. بس المشكلة انه ما اشتغلش على جهاز الاندرويد، يعني هون شغال بس على اندرويد مش شغال، يعني هون مش واصل الاندرويد مش عارف ليش صراحة ما رضيش اشتغل، بس اشتغل على التلفزيون الذكي يعني، اما على اندرويد ما مشيش الحال يعني بظل يفتر ساعة ساعة ما مشيش الحال. طيب تقريبا هذا كل شيء كان عن البرنامج يعني. ما بعرف هذا بيستاهل ولا لا، صراحة انا شايفه مش كثير يعني 10 يورو تفعيل و1 يورو باليوم، يعني عمليا هو لو انه شغال دائما بشكل دائم بكون احسن من النت العادي يعني صراحه، يعني احسن بكون من اشتراك يعني امتى ما بدك تلغي. بس المشكله انه مش دائما يعني 100%، شوف هسه مثلا بضل ساعه يفتل. طيب وبالنسبه للكوندي جونج مش انك تعمل كوندي جونج اليوم وترجع بكره، كوندي جونج يعني خلص تعمل الغاء وتنتهي السلافه يعني بروح عليك الحساب. هاي الفكره تبعهم انه تيجلش كوندي جونج يعني انه يوميا فيك تعمل الغاء وتخسر حسابك، عشان ايش اني ما عملتش الغاء وقلت خليني معهم بعيني يلا. طبعا ساعات بضل يفتر يخجلنا، خلينا نروح على اليوتيوب تبع التلفزيون احسن ان شاء الله يشتغل هسه كمان ما يخجلنا. طيب يمكن كان كل شيء عباره عن البرنامج ما بعرف اذا نسيت شيء ولا لا. طيب اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه. شكرا للمتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.